هقول لحضرتك، هتجيبي مثلا الليفت لو عندك برطمان كبير هتحطيه سليم زي ما هو، يتغسل ويتحط في البرطمان. شويه مر، كيس ملح مع الميه، وتقلبيه كويس وتحطيه عليه لحد اخر البرطمان وتقفليه. بعد 3 4 ايام هتدوقيه هتلاقيه طعمه كويس. هتطلعي لفتايه واحده تقطعيها زي البطاطس بالظبط في تقطيع، وتحطيها بقى لو الملح بتاعها حادي هتحطيها في ميه، شويه ميه من الحنفيه، خل، شطه، توابل اللي انت عايزاه، وهيبقى اجود لفت. في البيوت مثلا هتحط الميه بملح لمده 3 4 ايام، وبعد كده تدوقيها تحطي ميه بملح اتقل من اللي كانت فيها عشان تحافظي عليها عشان ما يبص منك. ان معظم الناس بتعمله اول درجه بميه بملح، بعد اسبوع الميه بملح دي بتبقى ميه من الحنفيه، مش هتقدر تحافظ على الثمره اللي جواها فبتبوظ. هو ده سبب البوظان عندهم. ما هو كل حاجه نفس الطريقه، ما فيش لفت عن جزر، ما فيش خيار عن بصل، الطريقه واحده. هتحط الثمره ايا كانت ايه هي في ميه بملح، بعد 3 4 ايام تدلوها وتحط الميه بملح تاني. بعد ما تستوي يعني مثلا هتقعد مثلا الخيار هيقعد 3 ايام وهتستوي، هتطلعي خيارايه تحطيها في ميه بخل، شطه، توابل، كل اللي نفسك فيها على قد الخيارات الواحده بس. ده بقى خيار، جزر، لفت، بصل، زيتون، اي حاجه. احنا في تخليل الليمون بنجيب الليمون الاخضر بتاعنا دوت وبيتشقق، وبتعملي له بقى عصفر وحبه البركه وتحشيه في قلبه، وبيترص واحده واحده، واول ربع البرطمان تروحي حاطه كبشه ملح، الربع الثاني كبشه ملح، الربع الثالث كبشه ملح، لحد ما يتملي كبشه ملح وتقفليه. احنا ما ضفناش ميه، الملح ده بيعصر الليمون، والليمون مشقق فبيعصر نفسه، بيبقى منه فيه، كل ما تضغطي عليه كل ما ينزل الميه بتاعته، فانت بتخللي الليمون في عصير ليمون فبيبقى طعم فيليه. هتيجي الصبح هتلاقيه نصه، هتكمليه ليمون وتحطي طبقة الملح على الوش، هتيجي تاني يوم هتلاقيه الا ربع، كملي لحد ما توصلي الميه على الاخر كده. الميه اللي في قلب الليمون عصير ليمون اصلا، فبيبقى طالع. في شغلانتنا بنسمي الليمون ليمون مزبدد، الزبده دي من العصير بتاعه، بيبقى منه فيه، بيبقى طعمه خرافه.